سيد عدنان، كرة طويلة لسلمان عيسى في الطرف الأيسر بشكل رائع على الكرة عرضية داخل المنطقة. عبد الله عمر لعب له كرة داخل المنطقة، برافو برافو، كرة رائعة جاءت من السيد عدنان، ومن ثم في الطرف الأيسر سلمان عيسى لعب له كرة رائعة للمنطلق في الجهة اليمنى عبد الله عمر، صلح كرة بشكل رائع لجيسي جون لم يتوانى في إيداع الكرة الماضية في الشباك. وفي الدقيقة 9 من زمن شوط المباراة الأول هي 4 نقلات كافية لوضع الكرة في الشباك في الكرة الماضية. بدأها السيد عدنان بكرة طويلة في الطرف الأيسر لسلمان عيسى، ومن ثم هو الآخر لعب له كرة طويلة إلى عبد الله عمر المنطلق في الجهة اليمنى، هي كرة بشكل رائع لجيسي جون، وضع كورته في الشباك في اللمسة الرابعة اللي جاءت. وفي الدقيقة 7 من زمن شوط المباراة الأول